اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما قلنا لكم الحلقه دي بتيجي بعد بطوله افريقيا، فلازم يبقى نجمنا او ضيفنا حاجه عالميه برضو على قدر الحدث وعلى قدر الكاس اللي جنبنا. معانا النهارده طبعا زي ما قلت لكم مصطفى عسل اللي برحب بيه. اهلا بيك يا مصطفى. اهلا بيك يا تايسون، والله مبسوط حضرتك جدا النهارده والله. وكمان خلينا نقول يعني احنا برنامج الابطال والدنيا كلها كؤوس وابطال وحاجه جميله. لا في البدايه والله يعني انا بحيي الفريق على المجهود العظيم اللي عملوه امبارح ده، حاجه مشرفه لينا احنا كلنا والمصر، حاجه عظيمه جدا. انا مش قادر اقول لك شعوري، يعني شعوري امبارح وانا قاعد بتفرج انا وبابايا وعيلتي يعني في كافيه تحت بيتي على طول. هيصه طبعا، مش انا قاعد اتنطط، ما عرفش العب النهارده من التمرين، خلاص رجلي كلها قفشه من التنطيط والله. لا بحب احيي كل الفرقه، و يعني بوجه الشكر لكابتن محمود الخطيب على المؤازره الكبيره للفريق دي وكل اعضاء مجلس اداره، وبحيي الفريق كل واحد واحد، وجهاز طبعا الفني والطبي، حاجه يعني تحفه لمصر. وخليني اقول لكم بس الكاس اللي جنب مصطفى ده كاس بطوله العظماء الثمانيه في السكواش، في بطوله اتلعبت من اسبوعين ثلاثه هنا في جنبنا في 6 اكتوبر، وكان بيشارك فيها احسن 8 لاعبين على مستوى العالم. ومصطفى عسل نجح بسنه الصغير ده، مش 20 سنه ما شاء الله، ربنا يحفظه يا رب، كاصغر لاعب في التاريخ يحصل على هذه البطوله وياخد كاس العظماء الثمانيه. الف مبروك طبعا على الكاس. ونتكلم عن البطوله دي شويه، يمكن الستارت بتاعك ما توفقتش فيه، خسرت. كان محمد شرباجي باين؟ محمد شرباجي خسرت 3-1، 3-2. خسرت 2-1 في المجموعات. انا اسف، كان الماتشات بتلعب 2، انا اسف، 2-1. وكان ماتش برده ماشي كلوز جيم، بس ماتش زي ده كان ممكن يخليك تروح في حته ثانيه. حقيقة. تحبط الخساره الكر. لا انا عايز اقول لك، انا بعد الماتش ده على طول انا مش متعود، ان هي دايما البطوله دي مختلفه غير البطولات كلها اللي عندنا. البطولات دي بتقسم مجموعات، مش دور واحد، لو دور واحد خسرت تخسر يعني، مجموعات وبعد كده بتحول لما اول وتاني بيروح على السيمي فاينل على طول، دور نص النهائي. ف انا بعد ما البطوله مصطفى دي صوره البطوله. الماتش اللي هو اللي انت خسرت فيه ده، ماتش خسرت فيه اعتقد. هو ده ماشي، اتفضل. عايز لا اتفضل. ف بعديها طبعا بعد ما خسرت الماتش ده طبعا شعور بالاحباط كبير جدا. خسرت خلاص، بقيت اتكلم مع مدربين ان انا خسرت، يعني مش متوقع ان انا لسه في ماتشات تانية. حتى ابتديت اللي هو ايه، خلاص بلم حاجتي في يعني الاوضه. يعني انت نفسيا كنت محتاج؟ نفسيا حتى عمري ما لعبت البطوله دي، اول مره اخشها. وطبعا انا بالنسبه لي ان انا العب مع محمد الشرباجي والبطوله دي، وعملت ماتش كويس جدا، بس كان نفسي اكسب، ان هو اول دفعه، اول ماتش بتدي روح ثانيه، حاجات ثانيه. فخسرت الماتش طبعا، كنت متضايق طبعا شويه. وبعد كده كلهم قالوا لسه في ماتشات ثانيه، لسه بدري خالص، لسه عندك ماتش وماتشين كمان تثبت نفسك فيهم وتتاهل ان شاء الله. فمن هنا بقى البدايه، دخلت الماتش الثاني. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان احنا لعبنا الساعه 12 بالليل، ولغايه الساعه 12 بالليل الناس كلها قاعده مستنيه الماتش. طبعا جمهور النادي الاهلي. طب 12 بالليل ايه اللي اخر ماتش؟ الماتش ماتشات اتاخرت طبعا، مع ان بنلعب جيمين بس. دي حقيقي. الماتشات بيحصل تشفيت للمواعيد طبعًا. فتلاقي اخر ماتش اللي بيشيل يعني. فقعدت بقى، قعدت والجمهور الحمد لله كان مستني يعني لغايه الساعه 12 بالليل، مع ان الدنيا بتفضى بقى خلاص. محمد الشرباجي يعني كان بيتصاب باين ولا كان كنت هلعب مع بقى مروان الشرباجي دلوقتي. الماتش اللي هو بعد محمد الشرباجي على طول. فطبعا الماتش ده وخسرته خلاص تعتبر البطوله يعني. فالحمد لله دخلت بثقه كبيره جدا، يعني ان شاء الله ان انا هكسب، وروح طبعا غير عاديه ان انا اخش البطوله دي. والحمد لله كسبت يعني 2-0، وساعتها دخلتني في المجموعه تاني واحيت المجموعه بشكل كبير جدا. اهو ده لقطات من الماتش، حتى باين عليك على وشك الاصرار والعزيمه. لا يعني مع مروان الشرباجي. طيب انت كسبت الماتش ده، كسبته 2-1 برضه صح؟ 2-1. طيب قول لي يعني، هل 2-0 2-0 معلش 2-0 2-0 2-0 طيب انت الماتش ده يعني من مكسب بعد كده خساره، يعني قلت خلاص هتبتدي تفتح، ولا يعني استعدت ثقتك تاني بنفسك، ولا قلت يعني ما لا استعدت طبعا بشكل كبير جدا، بس كان عندي علي فرج. عندي علي فرج خسرت منه كتير، ما تقريبا اكتر واحد خسرت منه. علي فرج مصنف نمره 1 عالميا، فداخل الماتش الجاي طب ايه بقى اللي هيحصل ده علي فرج. يعني دخلت طبعا الحمد لله بثقه كبيره برضو، ان هو يعني خلاص اللي كسبني كسبني، انا واحد جديد اخش ان شاء الله اثبت نفسي في الماتش ده. كسبت 2-0 الحمد لله، وطلعت اول مجموعه. مصطفى معلش بقى، يعني يعني الشيء بالشيء يذكر، طالما الصور بتاع ايه حكايه الشراب ده؟ شراب فرده بيضاء وفرده سوداء، انت واخدينها يا ابني؟ ايه القصه دي؟ احكي لي. نوع بس من حاجه جديده في الاسكواش كده. برافو عليك. انت اللي يعني ما شفتش حد عملها قبل. لا 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 يعني بصوا يا جماعه، لابس الشراب يعني فرده بيضه وفرده
سودا بس حلوه حلوه يعني. خلي بالك انت لا قدام هنا واضحه اكتر صح. طب الفكره دي جات لك ازاي؟ لا جات لي لوحدي وانا في الاوضه عادي يعني. انا بلبس كده كنت رايح ماتش استعراضي قبل كده في امريكا فقلت لازم اخش بروح جديده يعني ما عادي فرحت مغير ومن ساعتها بقى يعني مشيت على الاستاد. انا عجبني على فكره. بحب اللعيبه النجوم او اللعيبه اللي بيبقوا يا ربنا يحفظك يا رب يخليك اللعيبه اللي بتبقى ستارز بتبقى عندها حته كده يعني في يعني مش هربانه منها لا شويه تخليني مصطفى مش هربانه منهم لا انا قصدي حته كده ايه عبقريه. ما العبقريين على فكره هربانه منهم هو برده كده فبتعجبني فيك الحته دي بصراحه يعني دي بتديك قلب ميت. كسبنا الماتش الثالث طلعنا على قبل النهائي صح؟ كان مع مين؟ مع طارق مؤمن. يا ساتر ده بطل عالم نجم طبعا طبعا يعني ماتش كمان كان تنشن كبير جدا في الماتش ده. انا قلت انت مش هتعدي مصطفى على فكره. ماتش مشكله ان انا طارق بلعب معاه وانا يعني مش بلعب معاه هو انا شايفه وانا الجزيره قبل ما اروح النادي الاهلي طبعا ده كان طفره في حياتي وعمري ما حتى طلعت مركز اول وانا في الجزيره يعني. كنت دايما بشوف طارق بيلعب فطارق عنده 33 سنه اكبر مني وعامل لقب بطل بطوله العالم عامل لقب طبعا بطوله العالم وبينافس عليه دلوقتي في البطوله الحاليه. فماتش طبعا كان بتنشن منه شويه دخلنا في تنشنه يعني صعبه شويه طبعا فماتش دخل في مود تاني كان لازم استعمل ذكاء شويه في الملعب عشان اقدر اعدي الماتش ده والحمد لله عملت كده وحافظت على يعني كنترولي في الملعب خلص كام؟ خلص 2-1 خلص 2-1 الجيم الثالث كام؟ لا الجيم الثاني كان 11-4 11-4 يعني انت عديت هو كان الازمه في تاني جيم ايوه تاني شوط كان يعني انا كسبت اول شوط وكنت مستريح جدا بعد كده تاني شوط هو طبعا بخبراته طبعا حاول يعني يدخل قفل الجيم قفل الجيم شويه اطلع بره مود الماتش بس الحمد لله قدرت ان انا اتمالك اعصابي تاني طبعا الجمهور والدعم الكبير ده يعني وخلي بالك برضو انت في نقطه دايما بتقولها لنفسك ان هو اللي يعني الموضوع الشخصيه انت نفسك قلت كده ما كنت معانا قبل كده الشخصيه بتفرق هي. يعني انا محتاج اسيطر على نفسي محتاج اتحكم في اعصابي مش بس مستوى السكواش لا انا عايز اقول لحضرتك ان انا من ساعه لما طلعت اول مجموعه وكانت الشخصيه حاجه تانية خالص يعني اول مجموعه وسط المجموعه المود دي كان علي فرج صحيح. ومحمد الشرباجي ومارون الشرباجي كلهم عظماء يعني فانا حسيت نفسي لا طارق لسه طالع من مجموعته دي التاني سبت صح. كل التصنيف ساعتها انا 9 او 12 او وهو اول تاني وركزت ان في البطوله دي لا البطوله دي انا طالع مصنفنا واحد على المجموعه المفروض يعني مجموعه كبيره المفروض ان انا اعدي المفروض ان انا لازم اعدي يبقى انا بالطبيعي ان انا اعدي بالظبط فكان روح وهي دي روح النادي الاهلي يعني اللي اتربيت عليها. اتكلمنا على الفاينل فاينل طبعا بلعب اسطوره من اساطير اللعبه وواحد انا دايما ببص له في حياتي عامه كشخصيه وكشخصيه رياضيه وكشخصيه بره الملعب وجوه الملعب تروح تشجعه في كل حته يعني وانا واصحابي كنا في الاجازه مثلا نروح بطوله الجونه لسه كنت صغير ساعتها اروح اشجعه واروح اتفرج على تمرينه الصبح بس خلي بالك كمان ان انت قابلته في البدايه وخسرت منه خسرت منه فخلي بالك انت ما بتلعب لعيب وخسرت منه تلعبه في الفاينل في حاجز كسرته ازاي يا مصطفى ده يعني بعد انا كنت طبعا كل الناس كانت في ظهري ساعتها جمهور كان كبير جدا يعني وسبورت طبعا مجلس الاداره كان كبير جدا ويعني المهندس الجرحي كان موجود محمد الجرحي طبعا سبورت كبير جدا ولما كسبت قام ويعني كانت حاجه كبيره جدا وكان مشاعر كبيره جدا في البطوله دي وخسرت اول شوط ساعتها وكنت بلعب حلو قوي في الشوط الاولاني بس خلص كام 11 خلص 14-12 خلص بعد تعادل نص ساعه خد نص ساعه الاول شوط وبعد كده بس ممكن ده يكون كسبك ان انت اجهدته صغير في السن محمد يمكن لعب البطوله جامد جدا حسيت ان هو يعني في شويه دروب كده في التاني في خلص كام في الفيتنس الشوط التاني خلص 11-7 بعد كده 11-4 11 خلي بالك دايما يقول لك ايه في السكواش لو هتخسر الشوط تخسره بطلوع الدرس حقيقة عشان تبقى بالذات الاولاني ايوه ما تخسروش كده 11-2 11 لا لو خسرته انت عملت كده طلع يعني بذل كل مجهود وفتح الرابع زي ما بيقولوا محمد طبعا فرق السن وفرق دي الطبيعه وهنا طب هنا في الشرباجي بعد الماتش قال لك ايه؟ لا كلها يعني انا قلت له انا اسف يعني والله. انا فعلا قلت له انا اسف ساعتها انا كسبتك ان كسبته يعني انا فاكر اللحظه دي كويس قوي قال لي لا دي هي دي انا مبسوط جدا ساعتها في اللحظه دي قال لي مبسوط جدا ان انت كسبتني وان اول بطوله ليك كبيره انا اكبر بطوله في العالم يعني ان انت تكسبني وانا قصادك وكده حلوه الاخلاق دي يعني انت بتعتذر له انت كسبته بالوضع انها منافسه شريفه يعني برضو اعتذار جميل وكمان كلامه ليك واللي كتب على تويتر بعد الماتش وانا بعد ما برضو في اللحظه دي قال لي احتفل زي ما انت عايز يعني انا
انا دايما بعد الماتش بحتفل وكده. لكن انت مش عايز تحتفل احتراما ليه؟ لا طبعا ما اقدرش انا احتفل يعني، مع ان الجمهور بصراحه الجمهور كان يعني كان ساعتها ساعتها يعني كان نفسي، بس طبعا لا طبعا لا. ومؤمن كمان محمد كتب لك قال لك انه انت انتظر الوحش القادم لا لا كتب عنك كويس الاخلاق في اللعبه وحاجه تضيف للعبه تعليها جامد جدا يعني. ولما يشوفوا تصرف المصريين مع بعض كده الحقيقه ده برضو بيدي طبع، بس باين عليك الاجهاد برضو. انا كنت يمكن محمد باين عليه الاجهاد اكتر منك. انت طلعت عينه شكلك. انا خلصت ورحت لعبت كوره على طول. كمان دكتور اشرف صبحي رحت لعبت كوره. ودكتور اشرف صبحي كان معاكم بيسلمكم طبعا. اكيد الجوائز بتبقى حاجه حلوه لما تلاقي دعم الدوله كده. طبعا كان حاجه شرف ليا قوي البطوله دي. انا ما صدقتش نفسي والله يعني، وانا في محطوط في الحته دي وان نوران جوهر نوران كسبت معاك نوران كسبت نوران كسبت السيدات كسبت هاني كسبت بس كسبت نور الشربيني صح ولا كسبت طلعت نور الشربيني في المجموعات. ايوه انا فاكر ودي صح. كان فوز كبير جدا وده من الفوز مفاجاه البطوله. يمكن هو ده اللي كسبها البطوله. ما ده كان نهائي. طبعا طبعا طبعا. وبرده انت بتحتفل بالشرابين برده. لا طب انت بقى بتفتكر بكل ماتش انت لابس الشمال فين ولا اليمين فين ولا يلا الاتجاه البركه. السنه الجديد بقى يبقى نص ونص يعني. لا ده انت ناويها. لا يعني قصدي الماتش اللي بعد كده انت لابس في الشمال اهو الاسود واليمين. الماتش اللي بعده بتحافظ على الترتيب ده ولا زي ما بتيجي؟ لا زي ما بكسب على طول بقى. يعني هتحافظ على الترتيب ده؟ لا ان شاء الله. يعني بقى اللي بس فكره حلوه جميله. اول ماتش يعني غيرت عكست الشراب هنا والشراب هنا فخسرت فقلت لا قلت لا يا عم خليني امشي على اللي بكسب اللي بتكسبه العبه بالظبط كده. لا حلوه جميل جدا مصطفى. خليني اقول لك ان طبعا يعني انت روحك دي واهلاويتك دي كان لازم تكون معانا النهارده واحنا ومعانا كاس افريقيا والبطوله بتاعتك. شرف كبير ليا جدا. انا اول ما شفت حضرتك وانا قاعد بره بالكاس كده حاجه يعني انا بصيت كده وقلت الدكتور عزه بره قلت ما شاء الله هو لحق جه امبارح. طب هاخد رايك في مشهد امبارح يعني طالما انت يعني راجل اتاسفت لمحمد عندك الاخلاق بتاعت النادي الاهلي وشرباجي قال لك ما احتفل براحتك ويعني في اخلاق بتاعت النادي الاهلي. لما شفت امبارح النادي الاهلي وطلع ياخد الميداليات وطلع الاحتياطي والمصابين الاول في المقدمه ان هم يستلموا الميداليات، خدت بالك من اللقطه دي؟ انا خدت بالي طبعا. حاجه يعني دايما النادي الاهلي في كده حاجات ما فعلا زي ما حضرتك بتقول ما تلاقيهاش في نادي تاني خالص. اللقطات دي دايما هي اللي بتخلي النادي الاهلي دايما نمر واحد. دايما الروح اللي ما بين اللعيبه حضرتك شوف الروح ما بين مروان محسن ومحمد الشريف، شوف الروح على اعلى مستوى ازاي. ده مهاجم وده مهاجم وده في يعني في نفس المراكز وشايف الروح العاليه ما بينهم. بقى محمد الشريف بيصلح الكره لسليه هو كان ممكن يلعبها خلي بالك حاجه كان ممكن يلعبها ويجيب بدل ما يجيب جون يجيب اثنين وثلاثه. ايه المشكله؟ بيصلحها للسوليه كانه بيشوط ضربه جزاء. لا الروح بتاعت التيم غير طبيعيه. انا ما شفتش الصراحه فرقه كده بالاصرار ده وبالعزيمه دي وكل واحد خلاص اتحط في الماتش ده. اللي بره بيبقى مشجع بغير طبيعي مشجع غير طبيعي يعني في الملعب. وطبعا يعني كمان لقطه الشناوي امبارح يعني حاجه وعليه حاجه خلاص تخلي الواحد يعني من كتر العظمه قاعد مش عارف تعمل ايه. يقول لك من كتر العظمه جالي صداع. لا طبعا لا صداع من كتر العظمه فعلا يعني حاجه جميله جدا وده يدل على النادي الاهلي وكاريزما النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي هي اللي بتادي للحاجات دي وبتادي للعب العظيم ده. خلي بالك النادي الاهلي وصل وطبعا دي صوره اعضاء مجلس اداره ومع التيشيرت كابتن محمود الخطيب. بص الفرحه بص التنام حتى الروح اللي ما بين اعضاء مجلس اداره. لا حاجه خلي بالك في مجموعه من اعضاء مجلس اداره سافروا مع كابتن مع الفريق وفي مجموعه هنا المجموعه اللي هنا كانت يمكن روحها كانت عاليه جدا جدا يعني مش بس اللي موجودين لا طبعا. كل بدون ما نذكر اسامي اشوف الروح اللي موجوده في المجلس اكيد انعكست على بقيه النادي كله. طبعا لا حاجه فخر النادي يعني حاجه امبارح كده تخلينا نعيد واحنا مبسوطين يعني فرحانين بالانجاز العظيم ده. والله دايما انا دايما حتى كان ماتشي مع مروان الشرباجي في وقت ده كان وانا بسخن كان تقريبا ماتش الترجي ماتش الترجي العوده ولا ازاي يوم كان يوم تقريبا 24 او 23 كان في واحد مع الامن يعني امن البطوله وكده كان مشغل الماتش. انا ما يعني انا ما عرفش اسخن يعني انا قاعد بروح وقاعد ابص معاه وبعد كده ارجع تاني للتسخين واروح وابص معاه وارجع تاني وجون بقى. ولما جه الجون طبعا انا وهو رحنا نطين بقى من الفرحه بجون ولسه قبل ماتشي فقلت لا ان شاء الله دي بشره خير وان شاء الله انا اخش اكسب. الحمد لله فعلا كسبت الماتش ساعتها وقلت يعني ساعتها الحمد لله بشره خير مع الفرقه يعني اهلاوي محترم من العيله الاهلاويه. طب خليني اكلمك بقى عن بطوله العالم. انت ما توفقتش تروح الناس بس عشان تبقى فاهمه صحيح. انت ما قدرتش تروح عشان ما خدتش تاشيره امريكا وانت كنت معايا في الحلقه اللي كانت قبل بطوله العظماء الثمانيه
وقلت لي في محاولات ان احنا ناخد التاشيره ودخلنا فيها الوزاره، وكان كابتن امير وجيه بيساعدك في الموضوع ده بعلاقاته براجل يعني عاش في امريكا سنين طويله. ايه اللي حصل الموضوع؟ بس يعني موضوع ان احنا كنا بنبعت ايميلات للسفاره، والسفاره كان فيه بيبعتوا رد اللي هو سريع كده اوتوماتيك ريبلاي على طول. ان المشكله ان انا رحت شفت السفاره عليها ضغط كبير جدا، ما فيش تقريبا واحد او اتنين هم اللي بيشتغلوا، وانا عذرتهم بصراحه في الموقف ده عشان طبعا لحالات الكوفيد وكده، واللي هيسافر مش يعني اللي هيسافر يكون عايز يتعالج بره، عايز يتعالج بالظبط اخر حاجه، مفيش اغرى من الصحه. في اولويات كتيره، في ناس تاشيرات خلصانه وفي بالظبط. فانت طبعا عذرهم. الدنيا كانت صعبه جدا، حاولت بشكل كبير جدا ان انا اخدها بدري شويه. طب نصيحه، كمل في تاشيرتك عادي، حاول تاخدها. ما هو انت دلوقتي بتروح كتير يعني، ما تستناش. لا انا خدتها يوم السفر يعني. انا كنت المفروض انا طيارتي، دي معلومه جديده. لا طيارتي كانت الساعه 1:30، انا كتبت كده في الصفحات عندي على السوشيال. ما لحقتش تسافر بس ما لحقتش اسافر، ان للاسف اخر طياره كانت الساعه 1:30 بالليل، واسافر 22 ساعه 22 ساعه، وكنت هوصل على الماتش على طول يعني. كمان اداره هناك قالت لي هتلعب ماتشك بالليل، وهنعمل البي سي ار الصبح ونشوف النتيجه بالليل وتستنى النتيجه وبعد كده تخش تلعب. مكعبله ومش هتبقى. حسيت ان انا رايح يعني بعد البطوله دي طبعا، رايح نفس على بطوله مش رايح. صحيح. فشفنا انا والتيم بتاعي في النادي الاهلي وكده ان احنا لازم يعني كلهم. اول لما انا كان في سنه يعني اللي هو قلت لهم يا جماعه هل ده وضع ان انا اسافر في الوقت ده ويعني اوصل على الماتش على طول، وفرق التوقيت، وكان نفسي ان انا اروح قبلها باسبوع. بس طبعا كل الشكر طبعا لكابتن محمود الخطيب وكابتن خالد مرتجي ونائب محمد الجرحي، ساعدوني بشكل كبير جدا في ان انا اخلص يعني اخد الفيزا. ان من غير الفيزا دي انا مش هقدر العب يعني، السنه دي كلها مش هقدر العب. ان احنا حتى انا مسافر ان شاء الله امريكا، ان ما ينفعش نخش انجلترا من طريق مصر. محطوطة دلوقتي في لازم نقعد 10 ايام وكده، فلو دخلت من طريق امريكا تخش انجلترا. فكل حاجه بقت دلوقتي بتتحرك، هتبقى ترانزيت امريكا ليها على طول. بالظبط. لا خلينا، عايز اعرف منك برضو تفاصيل واجندتك اللي جايه، بس خلينا نطلع الفاصل. اعزائي المشاهدين نطلع الفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع مصطفى عسل، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع مصطفى عسل، نجمنا في السكواش والترتيب التاسع عالميا، وبطل طبعا بطوله العظماء اللي فاتت، والكاس معانا اهو بينور الاستوديو ونور الابطال. مصطفى خلينا اقول ان دي محطه في حياتك البطوله دي، يعني انا كراجل مشاهد ومشجع ليك ومحب ليك شايف ان دي بطوله فاصله، كل اللي فات زي ما بيقولوا حماده، واللي جاي حماده تاني خالص. انت بقى دلوقتي بطل ما شاء الله، انت قبل كده كنت بطل بس دلوقتي بقيت اسم. الفتره اللي جايه عايزه شغل كتير وعايزه بتفكر لها ازاي؟ لا فترة يعني انا بقول دايما كل حاجة نصيب يعني. انا ما سافرتش بطولة عالم، شايف ان انا كان ممكن لو انا سافرت كمان هيبقى عليا ضغط كبير جدا، كنت محتاج ان انا اركز فيه، ان انا ما لحقتش بعد البطولة. كمان كان كل ذهني في حتى قلبت نومي يعني، قلبت نومي خليته بقت 7 الصبح. برافو. عشان لو جالي في اي لحظة مسافر على طول 7 ساعات توقيت. كنت بس 7 الصبح، وطبعا كان عندي مشاوير برضو ان انا اخلصها في السفارة وكده، فكنت بصحى الدنيا كانت مش متظبطة معايا شوية على قد ما اقدر يعني، وكنت بلعب بالليل قوي وبعمل فيتنس بالليل قوي. فاعتقد يعني دي احسن فرصه ان انا اهدى شويه وابتدي استعد تاني واجهز تاني. اول حاجه ليك امتى يا مصطفى؟ اول حاجه ان شاء الله بطوله انجلترا المفتوحه يوم 16/8. ده خلاص، ده احنا بنتكلم في شهر ان شاء الله. شهر ان شاء الله. وطبعا لازم اخش امريكا الاول زي ما حضرتك عارف. تطلع من امريكا يعني، هتقعد في امريكا يعني عزل او حاجه، ولا اوتوماتيك يعني مجرد ترانزيت بس؟ لا مجرد أو حاجة؟ مجرد لا مجرد انا هناك على طول. مجرد ان انت كونكشن جاي من يعني من امريكا على انجلترا. لا لا انا رايح قاعد من انجلترا يعني، ان شاء الله مسافر كمان الاثنين الجاي كده على يوم 27 ان شاء الله. رايح امريكا الاول؟ رايح امريكا. هتقعد حاجه ولا برضه ترانزيت؟ يعني تاتش وتروح على طول تاتش بعد كده اروح على انجلترا ان شاء الله. بس يعني هقعد مثلا بتاع اسبوع 10 ايام هناك في امريكا، عشان لازم اقعد في امريكا 10 ايام قبل ما اخش انجلترا. ايوه ما انا قصدي سؤال. ايوه انت هتنزل تحت هتقعد في امريكا 10 ايام. 10 ايام لازم. مجهز تمرينك فين؟ مجهز كل حاجه. فين؟ في نيويورك ان شاء الله. نيويورك فين؟ ما نيويورك فيها جامعات كتير يعني هو قريب من نيويورك. بروكلين. بروكلين تمام. بروكلين في كامب هناك. كامب هناك مستنيينك ولا عاملين الكامب عشانك؟ هتلاقي هناك مستنيينك تروح. هناك لذيذه جدا، وهناك عند برضو ده هيبقى حدث ان انت رايح. لاعب سابق برضو في الاهلي اسمه مصطفى عصام. عارف مصطفى يعني من اجدع الشخصيات
ممكن اقابلها في حياتي. بقاله 3 سنين هناك. بقاله 3 سنين. صح. كان بيلعب في اسم النادي الاهلي وكان بطوله عالم برضو شباب مع الاهلي. هو اللي مجهز لك الكامب ده. مجهز لي كل حاجه. هناك. هتتمرن اسبوع. اسبوع ان شاء الله. وبعد كده هتطلع على انجلترا. بعديها على انجلترا ان شاء الله. هتقعد مثلا من 27 قول اسبوع تروح على يوم 3 او 4 8 صح؟ يعني اروح في الحدود دي. يبقى عندك 12 او 13 يوم قبل البطوله. ان شاء الله. حلوين قوي دول. ليه بقى؟ لان هتلاقي هناك المستويات راحت. بالظبط. يعني هتلاقي مثلا ما اعرفش مين مشارك من مصر اكيد الشرباجيه. لا ان شاء الله رايح اقعد مع محمد الشرباجي ان شاء الله اقعد اتمرن هناك. هم عايشين هناك في انجلترا. هم عايشين هناك في انجلترا فاتمرن معاه وبعد كده ان شاء الله اروح على يعني على البطوله نروح مع بعض يعني. يعني انت منسق مع محمد؟ منسق معاه. تمرنوا فين؟ في لندن نفسها مش كده؟ جنب لندن شويه بلد اسمها بريستل كده وبنروح يعني هتمرن معاه طبعا تمرين قوي جدا وانا كان نفسي ان انا اروح اتمرن مع محمد واشوف بيتمرن ازاي يعني وكده. انا اعرف ان محمد الشرباجي بيروح لمحمد صلاح. طبعا. وهما الاثنين صحاب. هتاخد فرصه وتروح لمحمد صلاح؟ يعني يا ريت ده هيبقى شرف ليا كبير جدا. طب طبعا تنسق مع محمد وعندك يوم كمان وتروح وبعت لنا الصور يا مصطفى. ابعت لنا انفرادات يا حبيبي. نفسنا في ماتش اي حاجه نتفرج. لا بس هو عنده كامب. هو دلوقتي في النمسا بتهيألي. انا عارف بس يكون رجع انجلترا خلاص. لا هم على علاقه مقربه جدا هما الاثنين وبينزلوا مع بعض ويعني. طب انا بديك هوكر. نسق مع محمد الشرباجي ده سر ما تقولش لحد. لا ما حدش سامعنا ولا حاجه. ونسق محمد الشرباجي وروح احضر تمرينه لمحمد صلاح وخد لك صورتين كده وابعتهم لنا يا عم. مش مشكله. ايه رايك كده غششنا متعشم يعني. قصدي اقول لك ان انت فرصه انت هناك. ومحمد صلاح بامانه عمل لنا فرشه حلوه قوي كمصريين في انجلترا بصراحه. كانت موجوده من قبل كده طبعا. بس الفرشه بقى كسوبر سوبر ستار. طيب انت بطوله بريطانيا المفتوحه بتبقى اقوى من بطوله العالم. انا رايي كده لان هم بيختاروا مش اي حد بيشارك. لازم تبقى رانك في بلدك. فكل اللي رايحين ابطال. فهي بطوله عالم مصغره حقيقي. وربنا طبعا يحفظك من الاصابات وكل حاجه. كم واحد تقريبا من مصر هيشارك؟ كله مشارك. كله مشارك. لا هي مجرد يعني كل البطولات بتبقى جامده جدا. مجرد بس ان هي اختلاف اسماء البطوله. يعني من بطوله عالم من بطوله الثمانيه من بطوله العظماء الثمانيه من بطوله انجلترا كلهم خلاص ما انتش تخيل. كلهم على مستوى واحد بس بتفرق. بس خاصه البطولات قلت كمان عشان كورونا. بس البطولات جايه كتير. ده انا كنت خايف منه موضوع الفيزا. ان البطولات كلها دلوقتي في امريكا وخلاص. يعني في مثلا بتاع 6 بطولات جايين لغايه شهر 2 الجاي في امريكا. خلاص امريكا فتحت الدنيا تمام. انجلترا برضو بطولتين هم. طب انت عشان تسافر امريكا بتعمل بي سي ار هنا صح؟ بي سي ار هنا. واول ما بتروح هناك البطوله بيعملوا لك بي سي ار. بروح هناك اعمل بي سي ار. خلي بالك وانت راجع مصر بتعمل بي سي ار. بي سي ار برضو. وانا اخش اي حد. هل بي سي ار يعني في امريكا سهل؟ يعني انت يعني احنا في مصر هنا بنعمل بي سي ار بنقعد يوم ليها اجراءات معينه. بتاخد ختم سفر. وزاره الصحه منظمه الموضوع هايل. في امريكا البي سي ار بيتعمل في صيدلات. انا اعرف في صيدلات كبيره يعني بدون ما نقول اساميها في امريكا. عارف هتعملها ازاي ولا هو الاتحاد الدولي هو اللي منظمها؟ لا انا بتكلم وانت راجع مصر. وانا راجع لا مش عارف الصراحه. يعني بس يعني مصر لازم هتعملها من هناك. بس هما برضو بيقولوا لك يعني البي سي برضو منظمه المحترفين بيقولوا لك انت هتروح تعملها فين والناس مختصه بالظبط كده عشان تاخد قبلها بقد ايه وكده وبتاع. بتتعمل في صيدليات هناك كبيره مجموعه. انا اسمع كده برضو. بتعمل مش واحده بس كان اكبرهم صيدليه هناك. لا هناك الدنيا خلاص يعني الدنيا فتحت. ماتشات الام بي اي دلوقتي الصاله مقفوله. انا قلت يا رب ايه هو مفيش كمامات. مفيش حاجه خالص. مفيش حاجه. الدنيا اختفت خالص. يا رب ان شاء الله مصر برضو تبقى كده. يعني التطعيم ماشي بسرعه اهو ان شاء الله. لا بشكل كبير جدا خلاص. يعني الحمد لله احنا قربنا نقضي على كورونا هنا في مصر يعني ان شاء الله. طب ست بطولات في امريكا هتشارك فيهم ان شاء الله يعني؟ نعم ان شاء الله. دي بتجمع منها نقط يا مصطفى؟ بجمع منها نقط عشان اقدر اوصل للتصنيف. يعني زي ما قلت لحضرتك انا الحمد لله كنت بركز على البطولات اكتر من التصنيف. صحيح. التصنيف بيتعدل مع مرور سنه يعني بيبقى كل شويه بتعدل. بس الحمد لله والله كنت بقول لمدربيني انا ماليش دعوه بالتصنيف خالص. انا كل بطوله عايز اخشها عايز اركز فيها. خلي بالك اللي انت عملته ده اللي خلاك تشترك في دي. حقيقة. لا انا عايز اقول لحضرتك انا كان موضوع الفيزا برده كان شاغل دماغي وانا في البطوله. انت قلت لي بس انا رحت شايل خالص. قلت له لا يا جماعه بقول لكم ايه بصوا نركن موضوع الفيزا ده على جنب خالص. ركز في البطوله دي ان شاء الله اكسبها. مش هحتاج اصلا ان انا اسافر خلاص. فقلت لهم يعني هتبقى يعني هتديني نقاط وهتديني وضع ممكن لو لا قدر الله ما رحتش بطولة العالم تكون دي تعوض. بالظبط. تعوض طبعا. بطولة العالم مهمه وكل حاجه بس انت خلي بالك ان شاء الله سنك صغير لسه قدامك يعني العمر يعني. طيب خلينا نقول على بطولة انجلترا المفتوحه. طيب انت بتروح من غير مدرب صح؟ يعني للاسف الوقت الحالي ده. واللعيبه الثانيه بتروح من مدربين يعني مثلا سيبك من محمد ومروان لان هم قاعدين في انجلترا تمام فاكيد معاهم مدربينهم. انا بتكلم على اللعيبه المصريين في العادي بيروحوا مدربين ولا لا؟ المفروض انا بروح يعني دايما بروح بمدربين وكده. بس للاسف ان فتره الكورونا دي برده هبقى اكون بعيد عن المدرب بتاعي. فللاسف الموضوع هيبقى صعب شويه. مش هقدر اشوفه حتى. كمان الكوتشنج بقى ممنوع. ان انا يعني المدرب بتاعك يكاتشلك ممنوع دلوقتي في الفترات الحاليه مش عارف ليه يعني. بس حتى بين الاشواط
حتى لو تكلمه يعني لو لو هو بره حتى كده اي كنت كده ممنوع. لا ممنوع. طب انت خرجت من الملعب بين الشوطين قعدت جنبه ممنوع. ممنوع يعني انت بتبقى في الملعب لوحدك ممنوع حتى لو هو زي هناك. التنس زي التنس يعني حتى لو هو هناك عشان بيعملوا زي قانون كده زي التنس ان هو منع للمراهنات ان هو في برضه مراهنات على السكواش كبيره جدا فبيقول لك ممكن ما نضمنش المدرب بتاعه يقول له مثلا في مراهن عليك كذا 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 فيخسر يظبط لعيب عايزين الكوتشات بره اللعيب معزول بيلعب ومش عارف ايه اللي بيحصل بره الملعب بالظبط خلاص بقى يكتبوا يعني لاعبين لعيبه امريكيه اماندا صبحي كان في البطوله الاخيره دي كاتبه ورقه يعني ورق وبتراجع عليه في بين الشوطين يعني ان هو اعمل ايه كذا كذا عشان اكسب كذا اعمل ايه عملوا ايه هي عامله نفسها ورقه عامله نفسها ورقه لا فيش كوتشي هو مديها ورقه كده زي ايه برشامه كده قبل بالظبط كده خش بيها تحلى زي اللي جوه بنتي في الماتش باخدها يا حبيبتي الورقه دي عشان نفس الكلام انت هتطلع ببرشامه من هنا يا ربي طب اوعى تاخد برشامه بتاعت ماتش تاني لا انا نسيبها على هنا دي ورقه ودي مذكرات المراجعه لا ركز والنبي يا مصطفى لا بس انت ان شاء الله ماشي كويس وربنا يحميك يا مصطفى وربنا يوفقك يعني الحلقه عدت بسرعه يعني لا والله انا بحب اشكركم على الدعم الكبير جدا يا كابتن هيثم من اول يوم يعني وبحب اشكر يعني كل المؤدين على البرنامج هنا بيتي والله يعني انا بتكلم حركه حاسه في بيتي على طول دايما وبحب اشكر الدكتور عزه وناجي ورشاد الناس صراحه عاملين مجهود كبير جدا معايا على السوشيال ميديا ودايما متفاعلين مع بحب اشكر الجمهور كله طبعا على السبورت الجميل في البطوله دي وكانت الحمد لله انا قدرت اوصل روح النادي الاهلي دي في البطوله والحمد لله انا كسبتها وطبعا في الاول وفي الاخر بهنئ طبعا افريقيا وجمهور النادي يعني بافريقيا طبعا دي اسعدتنا كلنا مش قادر اقول لك عيلتي كلها سعيده ازاي يعني احنا قعدنا نتنطط امبارح انا عايز اقول لك مدربي محمود عبد القادر في النهارده ما عرفش يمرني ان هو قعد 3 ساعات في الشارع 3 ساعات في الشارع بيتنطط قال لي انا يعني ما كنتش سعيد كده في حياتي حتى انا ان شاء الله هجيب طبعا اكيد قبل بطولتك اكيد هنشرفنا ونشوف طبعا الشغل اللي بتشتغله نورتنا وشرفتنا يا مصطفى بجد حاجه جميله ونورت قناه النادي الاهلي انا خليك شكرا جدا ودايما كده معاكم ان شاء الله وميرسي الحركه بتاعتك اعزائي المشاهدين ده كان لقائنا مع مصطفى عسل نجم ما شاء الله طالع بسرعه الصاروخ يا رب يحفظه يا رب ان شاء الله من الاصابات ويحميه ومزيد من الانتصارات ليه بشكركم شكرا جزيلا الى حلقه جديده مع الابطال